السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعين الكرام. معكم مهندس مطقع عجم من منطقة بيان. عندنا أعمال الطابوق، أرجو أنكم راح تستمتعون وتستفيدون من أعمال الطابوق. خلكم معنا. الآن إحنا هنا عندنا الشغل مزحوم جدا، في ناس فوق تسوي سقف الدور الأول وفي ناس هنا في الدور الأرضي أعمال الطابوق. لذلك متابعيني، أعمال الطابوق هنا في الداخل لازم يكون 15 سنتي، في الداخل يكون 15 سنتي، وفي الخارج على الدائر البيت لازم يكون 20 سنتي. نفس المخطط، شنو المخطط مال المكتب الهندسي تمشي عليه، فمعروف المكتب الهندسي على دائر البيت يكون 20 سنتي، وفي الداخل التوزيعات 15 سنتي. والناس هني شغالين وهذول هني، والبايبات الصحي متابعيني دائما تتأكدون ان البايبات الصحي دائما يجي رايت على الطوفة. خلكم معانا. وهني ايضا متابعيني جاي رايت على الطابوقة 20 سنتي، مو طالع برا ولا داش داخل. وهذا العمود، هذا العمود جاي عليه البايب الصحي ممتاز. شوف شلون هذا المهندس المحترف البايب ما يكون داش طالع 3 سنتي 4 سنتي، ربما نصه طالع او طالع من الجهة هذه، يجيك ريت على هذا. طبعا احنا في الدور الاول، الدور الارضي يحتمل في اخطاء، يحتمل في اخطاء، بس الحمد لله عندنا ولا خطا. مثل هني تشوفون هني البايب يكون داخل، يصير بعض المرات في اخطاء يكون البايب من طالع زيادة 3 سنتي. طبعا هذه تصير واخطاء قليلة وتعالج عن طريق كوع تي واي، امور طيبة، لكن تصير بعض المرات في اخطاء ان البايب ما يجي رايت مع الطوفة. وهني تشوفون البايب جاي صحيح مع الطوفة، مستمر للأعلى مع الطوفة، تشوفون الوضع ممتاز. لكن في بعض المرات تكون في داش داخل زيادة وطالع برا زيادة، لكن في علاج انه يصير في كوع تي واي. هذا باختصار ملاحظات حق اعمال الصحي انه بعض المرات يتعارض مع الطوفة. لذلك هذه ملاحظاتنا على البايبات الصحي على اعمال الطابوق. واحنا هني الان في سقف الدور الأول، هذا حديدنا موجود، بكرة راح نسلح. تأكدنا أمورنا طيبة والحديد وأي أعمدة تحتاج لف لازم يكون النجار 100%، والمهندس المشرف لازم أيضا يعرف ان في اعمدة، هل في اعمدة راح تلف ولا نفس ما هي مستمرة. وعندنا البوكسات متابعيني، البوكسات ترى في ناس بنى بيته كله بدون بوكسات، اخر شيء نسى البوكسات وفي النهاية صار تحت الجسور الدكتات وقللت عليه ارتفاع البيت. فركزوا البوكسات، لازم في تعاون بين التكييف والنجار. طبعا متابعين الكرام، في حادثة أخبرتكم فيها قبل من زمان، عندنا في فهد الأحمد كان في واحد مسوي ارتفاعات، بس نفع أن الارتفاعات عنده 4.5 متر، ارتفاعاته كانت شفعت له، نسى البوكسات، ظهر شكله ما تقاول مع شركة تكييف. لما خلص الهيكل الأسود جم شركة التكييف تفاجأوا أنه ما في بوكسات أصلا، فصار من تحت الجسور صار في عمل الدكتات. في الطريقة هذه أنا أركز دائما متابعيني أقولكم لازم قبل صبة السقف تتأكد من جميع الخدمات، من تكييف بوكسات ومن صحي ومن تهوية ومن كل شيء. فلذلك ضروري يكون في تعاون بين الجميع لإنجاز الصبة للسقف.